السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استفسار: هل تتم الاستفادة الكاملة في وضع كمادة مبتلئة بالماء على موضع الألم ووضع العبوة البلاستيكية المملوءة بالماء الساخن عليها؟ وذلك لأن كمادات الماء الساخن تبرد بسرعة، وخاصة في فصل الشتاء. الإجابة: يفضل بأن يتم فصل بين العلاج بكمادات الماء الساخن وعلاج بعبوة بلاستيكية مملوءة بالماء الساخن، لأن العبوة مملوءة بالماء الساخن مفعولة بحيث أن تنقل الطاقة إلى محل الذي تضع فيه العبوة، يعني سواء في المفاصل ما شابه ذلك. هنا يكون علاج بالطاقة، فهنا ينقل الطاقة فقط. أما علاج بكمادات الماء الساخن يكون هو مختلفة. كمادات الماء الساخن يساعد هنا في عملية ترطيب البشرة محل يعني وضع الكمادات، ومن ثم يساعد هذا على فتحة اللي هي فتحات الجلد اللي هي مسامات الجلد تتفتح، ومن ثم تستقبل رطوبة الماء الساخن. ورطوبة الماء الساخن يعني معناها خلط فيها كل من هذه العناصر الأساسية، يعني الماء والطاقة والأكسجين والهيدروجين عن طريق مسامات الجلد. أما وضع العبوة البلاستيكية على كمادات الماء الساخن، إذا لا نرى الحاجة لذلك، لأن ممكن كافيا فقط الاستخدام العبوة. إن إذا كان بحاجة أن كمادات ماء الساخن تبرد بسرعة، يعني تبرد بسرعة، طبعا هي العملية تتم في عدة ثواني فقط، يعني بترجع الفوطة مبللة تبللها في الماء الساخن، وعاء مملوء بالماء الساخن، ومن ثم تضع مرة ثانية في الجلد. طبعا الماء يعني يفيض من يعني يجف من الفوطة، وفي نفس الوقت أن هي عملية تأخذ فقط ثواني، يعني ربما تكون بين 5 ثواني إلى 10 ثواني، هي فترة قصيرة جدا، من ثم إرجاع الفوطة تبليلها في الماء الساخن. هاي العملية هنا يعني يفضل يكون هاي الطريقة أفضل عن يكون مجرد بس أنك تضع العبوة المملوءة بالماء الساخن، عبوة البلاستيكية على كمادة الماء الساخن. يعني هذا بس كان مجرد إفادة في هذا الاستفسار، ولله الحمد والله ولي التوفيق لكل مجتهد نصيب ينتفع من هذه النعمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان، مؤسس الحاقوباثي.